هاي يا جماعة، فيديو النهاردة هكلمكم عن تجربتي مع متجر شوبيفاي والدروب شيبينج بعد ما اتفرجت على فيديو سوزي زهار اسمه ازاي تبيعي حاجات من البيت من غير ما يكون عندك بضاعة وتدخلي فلوس. مشروع مفيش مخلوق هيقولك عليه. صراحة اتفرجت على الفيديو ده وانا من عشاق سوزي زهار، انا متابعاها من زمان جدا واتفرجت على كل فيديوهاتها مش بس عن البيزنس، هي عن العلاقات، وصراحة هي فادتني جدا في جانب العلاقات. كنت عملت لكم فيديو قبل كده اسرار اتعلمتها من سوزي الزهار عشان ارتبط بجنسية اخرى او زوجي حاليا ادي، كان نفسي اتجوز حد من جنسية اخرى وفعلا حققت حلمي، وكله بمتابعة سوزي الزهار ومتابعة النصايح بتاعتها. تجربتي مع متجر شوبيفاي والدروب شيبينج بعد ما اتفرجت على فيديو سوزي الزهار، صراحه قلت واو فكره جميله، وصراحه سوزي ادت لنا كده شويه حماس وان ازاي نكسب ونعمل فلوس، فقلت يلا بينا نبتدي المشروع. والمعروف ان اي مشروع في الحياه بيحتاج في الاول حاجتين، بيحتاج منك وقت كتير جدا ومجهود، تاني حاجه بيحتاج راس مال. لما سوزي عملت الفيديو الدنيا كانت بسيطة جدا، سهلتها لنا في الفيديو بتاعها، قالت لنا ان احنا مش هنحتاج رأس مال كتير، مش هنحتاج مجهود كتير. انا هكلمكم عن تجربتي خطوة بخطوة مع شوبيفاي والدروب شيبينج. اول حاجة دخلت على الموقع وسجلت فيه وعملت ايميل وكان بدأت اعمل ابني المتجر بتاعي. في اول شهور الويب سايت بيكون تقريبا بدولار لمده 3 شهور، بعد كده بيبقى في تقريبا 30 دولار كل شهر بتتدفع. وفعلا بدات المتجر بتاعي، بس عشان ابتدي المتجر اخدت كورس اونلاين. صراحه عشان ابني المتجر ذات نفسه اخد مني اسبوع شغل، اخد في كل يوم تقريبا من 4 لـ6 ساعات شغل على المتجر بتاعي الاونلاين. صراحة كنت متحمسة جدا، وكنت يعني بقعد بال4 ساعات وبال6 ساعات وفعلا ما بحسش بنفسي قدام من انا عايزة اعمل، عايزة ابيع، عايزة اكسب، عايزة يكون عندي فلوس كتير. وبصراحة الكورس الاونلاين اللي اخدته فادني كتير جدا 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 جدا، علمني من A to Z ازاي يكون عندي متجر شوبيفاي. بالاضافة ان انت لازم تتعلمي ازاي تجيبي البضاعة، ازاي تعملي تنظمي البضاعة بتاعتك على الويب سايت اللي هتبنيه على شوبيفاي، بلس ان انت لازم تدرسي اي بضاعة او برودكت انت ناوية تبيعيها على الويب سايت ده. يعني ان انت يكون عندك متجر دي دراسة، ان انت تختاري المنتج اللي هتبيعيه على المتجر دي دراسة تانية، بلس ان طبعا هيحتاج منك وقت كتير، مجهود كتير، وشوية فلوس في الاول. اي نعم المبلغ مش كبير بس مش كل الناس هتقدر عليه. اتعلمت ازاي ابني المتجر بتاعي، حطيت البضاعة بتاعتي اللي انا اخترتها، انا متخصصة في اليوجا فاخترت حاجات برودكت خاصة باليوجا، ودايما بينصحوا في الاول لما بيكون عندك متجر تبدأي ببرودكت بمنتج واحد بس وتركزي عليه جدا. انا صراحه كنت متحمسه قوي فجبت برودكت كتير دخلتها على المتجر عندي. هي الفكره ان انت بتروحي على المصانع اللي موجوده في الصين بتعملي اوردرات او بتختاري البرودكت اللي انت عايزاها وبتعملي لها جرابنج او دراجنج، بتسحبي المنتجات البرودكت اللي عجباكي دي، بتسحبي صورتها والوصف بتاعها وكل حاجه خاصه بالمنتج بتاخديها وتحطيها على المتجر بتاعك الاونلاين، بتشرحي البضاعة بتاعتك دي عبارة عن ايه، فوائدها ايه، كل حاجة خاصة بالمنتج بتاعك. ودي حاجة ما كانتش ظريفة بالنسبة لي لان انا كنت بختار الحاجات اللي بحبها، بس لما بعد ما خلصت دراسة الاونلاين ازاي افتح المتجر بتاعي اونلاين، قعدت ادرس ازاي اختار البرودكت اللي المفروض احطها على الستور، فده كانت دراسة ووقت كتير جدا. رابع حاجة ازاي تنظمي او تزوقي المتجر بتاعك، ده حاجة رابعة، يعني دي حاجة كده كمان هتاخد منك وقت كتير جدا. الناس اللي مش شاطرة في استخدام الكمبيوتر والتكنولوجي والحاجات دي هتعاني شوية في الموضوع ده، لان الموضوع ما كانش سهل ان انت تفتحي اونلاين ستور. تكنيكس كتير جدا لازم تتعلميها. تاني حاجة لازم تتعلمي ايه البضاعة اللي انت لازم تختاريها وتضيفيها على المتجر بتاعك. تالت حاجة ازاي تزوقي المتجر بتاعك ده وتظبطيه ما يبانش ان هو فعلا دروب شيبينج، يبان ان هو ويب سايت خاص بيكي انت بس.
طبعا لازم بتداري العلامه بتاعت شوبيفاي، بتداري العلامات بتاعت المنتج اللي انت المفروض بتستورديها. هي طبعا المنتجات او البضاعه اللي انت حطها على الويب سايت بتاعك او على المتجر بتاعك، انت اوريدي هي مش عندك في البيت او مش عندك في المخزن، انت بتستني لما يجيلك اوردر، بعد كده بتطلبيها من المصنع، بتجيلك من المصنع، يعني حد يدخل على المتجر بتاعك يختار البضاعه، انت ما عندكيش البضاعه بس الاوردر بيوصلك، بعد كده بتعملي عليه كونفيرم، بتاكدي، بعد كده المصنع اللي في البلد الفلانيه بيحضر لك الاوردر وبيوصله على العميل اللي طلب فعلا المنتج. اتاكد او افتكر ان انا فعلا اكيد في اول 3 شهور شوبيفاي بيسحب من الكريدت بتاعك دولار واحد لمده 3 شهور، بيديك زي تجربه كده. بعد كده جاتلي فاتوره بعد 3 شهور ب 24 دولار، ف 24 دولار على حسب العمله بتاعتك انت شيكي، ممكن يكون بالنسبه لك مبلغ عادي. وانا زي ما قلت في الاول، اي مشروع في الاول بيحتاج منك مجهود ووقت وشويه فلوس. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي سوزي ما مش بينتها في الفيديو بتاعها، لان هي يعني اعتقد ان هي فعلا ما خدتش تجربه ان هي يكون عندها متجر شوبيفاي. هي سوزي كانت حابه تساعدكم وكانت حابه تكسبوا فلوس وشجعتنا وشجعتني فعلا ان انا ابتدي، وفعلا اخذ مني وقت كتير جدا، وكنت متحمسه يكون عندي الويب سايت والاونلاين ستور واشتري بضاعه وابيعها، بس فعلا عشان ابقى صادقه معاكم الموضوع مش سهل خالص. زي ما قلت هتحتاج ان انت تكون فعلا قادره ان انت تشتغلي على الويب سايت كتير جدا. الديكوريشن او تزويق الويب سايت ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، يعني لما تيجي تقارني مواقع او متاجر اونلاين حد بحد، ايه ده؟ طب انا يعني لان الناس لما بتيجي تعمل اونلاين شوبينج تشتري اونلاين لازم يكون المتجر او الويب سايت الاونلاين ستور بتاعك لازم يكون حاجه كده واو، والكلاينت او الزبون يدخل يحس ان المتجر ده فعلا ذات قيمه وتقيل وعنده حاجات حلوه. فلازم يعني دي كلها تكنيكس انا اتعلمتها من الكورسات اللي انا اخدتها عن التجاره الالكترونيه. انا من الاشخاص اللي بحب اتعلم حاجات جديده جدا حتى لو انا مش هخوض فيها قوي، لان شوبيفاي محتاج زي ما قلت وقت كتير جدا. فانا بالنسبه لي كان حته الوقت دي كانت صعبه شويه، لان انا بعمل كذا حاجه وبسافر كتير وبتحرك، لان مع شوبيفاي يعني اللي هيطلب منك المنتج بتاعك مش بس هيعمل كليك والاوردر هيجيله، لا انت بتعملي خطوات في النص، انت بتبقي عامله زي الوسيط ماشي، المصنع وانتي في النص والعميل. العميل بيطلب البرودكت او المنتج بتاعك من على الويب سايت بتاعك او الاونلاين ستور بتاعك، وانتي بتعملي شويه شغل عشان تبعتيه من المصنع او من المكان اللي انتي بتعمله منه شيبنج ليه عشان يوصل للعميل. خامس نقطه وهي الشيبنج، الوصول الدليفري، توصيل البرودكت بتاعك من المكان المصنع للعميل، دي بصراحه يعني حاجه شبه مستحيله خاصه في الدول العربيه، صعب جدا جدا والمنافسه شرسه حرفيا، لان عندك مواقع كتير جدا موجوده في الدول العربيه مهتميه باللبس بالفاشون بكل حاجة انت متخيلة، حتى بالحاجات اللي انا اخترتها بلبس اليوجا والكلام ده وكله، فالمنافسة شرسة. شوبيفاي اعتقد ان هو مناسب اكتر للناس اللي عايشة في امريكا او استراليا، لان لما تيجوا تقروا احصائية، ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها او درستها في التجارة الالكترونية، لازم تعرفي حجم المبيعات، الناس اللي بتطلب اونلاين فين، موجودين فين. اكبر دولة في اللاين شوبينج هي امريكا، بعد كده استراليا، الدول العربية، ويعني معظمها يعني حتى هتلاقي انت لما تيجي تفكري تعملي شوبينج قلما قوي لما بتطلبي اونلاين، دايما بتحبي تروحي المول وتعملي شوبينج وتمسكي القماشه وتلبسي وتتشيك، يعني تشيكي على كل حاجه. فالعرب بصفه عامه مش بيحبوا الاونلاين شوبينج، عشان كده قلت لو انت حابه تعملي متجر شوبيفاي ومستعده تبذلي مجهود كبير جدا وتتعلمي حاجات كتير جدا، تاخدي كورسات في التجاره الالكترونيه، اشجعك جو اهيد. بس لازم اول حاجه من الحاجات اللي انت لازم تدرسيها الشيبنج البلدنج
لبلدك، لاني انا مثلا من مصر عشان ابعت اجيب بضاعه من مكان فلاني او من الصين مثلا لمصر، دي شبه مستحيله، صعبه جدا جدا جدا، خاصه مع الاستراتيجيات بتاعت الايام دي والبزنس والكلام ده كله، صعب جدا ايه الشيبنج لمصر من الصين لمصر. يمكن اي بلد اخرى زي امريكا، اوروبا، استراليا، ممكن السعوديه، اسهل بكتير جدا جدا من الدول العربيه زي مصر، ليبيا والمغرب وتونس والجزائر. اعتقد الشيبنج فيها شويه مش سهل، بلس ان هو عشان اعمل لك شيبنج ممكن يعني اقدر اعمل لك شيبنج، بس تكلفة الشيبينج عالية جدا يا بنات، اعلى بكتير من سعر المنتج ذات نفسه. لما جيت احضر البرودكت بتاعي الاسعار جميلة جدا وعاملة سيل حلو قوي، ومظبطة البيج بتاعتي ومظبطة البرودكت ومظبطة الوصف ومظبطة الاعلانات كلها، بس تكلفة الشيبينج التوصيل غالية، لان انت كمان عندك الشيبينج هتعمليه كاتيجورايزنج، هتصنفيه، لان في شيبينج سريع، في شيبينج بياخد اسبوع اسبوعين، في شيبينج بياخد مثلا 3 4 ايام، وده طبعا مش موجود في البلاد العربية. ده اللي هو 3 4 ايام، ممكن في البلاد القريبة مثلا مستيل اقل حاجة 7 ايام، ده مثلا امريكا استراليا الكلام ده كله، لان عندهم الدليفري اسرع او الحاجات اللي بتوصل اسرع بكتير. في الدول العربية عشان يعني اوصل توصيل سريع مكلف جدا، يعني اغلى من سعر البرودكت ذات نفسه. فدي كانت من اكبر المشاكل اللي قابلتني في الدروب شيبينج او متجر شوبيفاي. سادس حاجة برضو حابة اذكرها، الموضوع مش بس ان انت يكون عندك اونلاين ستور على شوبيفاي وبعد كده تخبي كينونة شوبيفاي اصلا، يعني بيكون عندك الاونلاين ستور بتاعك بيبقى تبع شوبيفاي اوكي، بس اللي بيدخل على الستور بتاعك ما بيبقاش عارف ان ده شوبيفاي، لان حتة احساس ان حد جاي يعمل شوبينج من عندك وعارف ان ده شوبيفاي، يعني اللي هو انت عميل في النص، طب ما اروح اشتريها اصلا من الاساس المصنع. فسادس حاجه، بعد ما تبني المتجر بتاعك لازم يكون عندك انستغرام متوصل بالبيج او الاونلاين ستور بتاعك، محتاجه يكون عندك فيسبوك برضو متوصل، يبقى عندك الشوبيفاي ستور ذات نفسه وعندك انستغرام وعندك فيسبوك، والثلاثه متوصلين ببعض حلقه. مش بس كده، لازم تعملي اعلانات مدفوعه كتير جدا عشان تجذبي الكلاينت او الكاستمر لصفحتك سواء فيسبوك او انستغرام، وبعد كده يروحوا على الويب سايت بتاعك. ودي برضو حاجه اتعلمتها من كورس التجاره الالكترونيه، ان بس ان يكون عندك اونلاين ستور بس، طبعا ده ولا حاجه، محدش هيعرف يوصل للاونلاين ستور الا لو كنت بقى زي شي ان، امازون، الناس دي يعني بيصرفوا دعايه بالملايين الدولارات. فانتي محتاجه تعملي اعلانات بشكل متواصل على الفيسبوك والانستجرام، وممكن الاثنين بتوصليهم ببعض. وحلو ان انتي تسيبي لينك شوبيفاي ستور بتاعك على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتعملي اعلانات مدفوعه سواء على الفيسبوك او على الانستجرام للمنتجات اللي انتي حطاها على الستور بتاعك. فدي كانت تاني حاجه في التكلفه. تالت حاجه في التكلفه، ان ذات نفس لما بتخشي على شوبيفاي وتعملي متجر لازم يكون المتجر بتاعك ليه اسم، وان انت تختاري الاسم ده ليه دراسه، يعني لازم تذاكري ايه الاسم، لازم يكون كاتشي اخذ للعين، متواصل او متصل بالحاجه اللي انت بتبيعيها. فانت بتشتري الاسم ده تقريبا من 9 دولار ل 20 دولار، بتختاري الاسم، والاسم يعني الاسم اللي انت بتختاريه ده بيبقى ليه سعر وبيقعد بالسنه، فبتدفعي في السنه تقريبا من 9 ل 20 دولار على حسب الاسم، كل اسم ليه سعر. فبس يعني هي ما كانتش تكلفه عاليه، بس دي حاجه في التكاليف اللي لازم تحطيها في بالك. رابع حاجة في التكلفة برضو، جوه الاونلاين ستور بتاعك لازم تنزلي ابس او تطبيقات بتنزل على المتجر بتاعك الاونلاين،
التطبيقات دي معظمها بتكون فري، بس في حاجات فيها ضرورية بتكون بفلوس. يعني مثلا انا اللاين ستور بتاعي لما يظهر في مصر لازم سعر المنتج بتاعي يظهر للناس بسعر العملة المصرية، لو ظهر في السعودية بيظهر بالعملة السعودية، لو ظهر في امريكا بيظهر بالعملة الامريكية وهكذا. فالتطبيق ده لازم تشتريه، تقريبا برضو كان عامل 9 دولار، مش فاكرة بالظبط، او 12 دولار، بيبقى برضو بيبقى اشتراك سنوي. وغيره من التطبيقات التانية اللي هتحتاج تنزليها عشان تساعد الاونلاين ستور بتاعك يكبر او ينتشر بشكل اكبر. دي كانت تجربتي مع متجر شوبيفاي والدروب شيبينج. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، اتمنى ان انا اكون ساعدتكم. لو حابين تسألوا على الكورسات اللي انا اخدتها في التجارة الالكترونية هتلاقوني سايبة لينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، ابعتولي على الانستجرام اي اسئلة حابين تسألوها لي، او اكتبولي في الكومنتات تحت لو انتوا عندكم تجربة مع التجارة الالكترونية او شوبيفاي، او عندكم خبرة مع شوبيفاي في حاجة مثلا انا نسيت اذكرها، اكتبوها لي في الكومنتات تحت عشان البنات او الشباب التانيين لما يشوفوا الفيديو نساعد بعض، او نعمل تبادل معلومات ونشوف ان احنا ازاي نكبر مع بعض كلنا. بصراحة كورسات التجارة الالكترونية اللي انا خدتها فادتني كتير جدا، وسعت المعارف او وسعت دماغي، اتعلمت ازاي اعمل ويب سايت خاص بيا، اتعلمت ازاي اجيب برودكت، ازاي اعمل دروب شيبينج، بقيت فاهمه اكتر، ودي نولج بحد ذاتها حلوه جدا. حتى لو انت مش ناويه تكملي في الدروب شيبينج، بس يعني انا من الدروب شيبينج اتعلمت حاجات تانية وفتحت لي مجال تاني، بيزنس تاني بشكل تاني. فانت كل ما بتكبري معلوماتك، كل ما بتشغلي دماغك، كل ما بتتعلمي حاجات جديدة، ده بيكبر مداركك وبيخليكي تبقي بيزنس وومن ناجحة. اشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب لقناتي وتبعتولي كومنتات حلوة لو حاسين الفيديو النهاردة فعلا فاتكم وساعدكم، شيروه لأصحابكم عشان كمان هما يستفيدوا بيه. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.